السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة من قناة المقلة، والبداية بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يكرم أوائل جامعة حضرموت والحاصلين على مرتبة الشرف للعام الجامعي الماضي. الهلال الأحمر الإماراتي يسلم جمعية الأمل لذوي الإعاقة الذهنية بتريم وسائل تعليمية ويزع سلال غذائية لهيئة التدريس. مرابطة لجنة كأس حضرموت السادسة في أعمالها لإظهار نهائي البطولة بأفضل صورة. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. أصدر محافظ حضرموت قرار المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني القرار رقم 76 للعام الجاري، وقضى القرار بتكليف الدكتور عادل عبد الله عمر المعلم مديرا عاما للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بساحل حضرموت. كما أصدر محافظ حضرموت القرار رقم 74 للعام الجاري، والقاضي بتكليف الأستاذ أحمد عبد الله صالح من يباري مديرا عاما لفرع الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت. كرم محافظ حضرموت صباح اليوم أوائل طلاب وطالبات جامعة حضرموت والحاصلين على مرتبة الشرف للعام الجامعي الماضي. وفي الحفل نقل المحافظ البحسني تحياتي وتهاني فخامة رئيس الجمهورية لأبنائه وبناته من طلاب وطالبات جامعة حضرموت بمناسبة تفوقهم وتميزهم خلال سنوات الدراسة. حاثنا الطلاب والطالبات على نقل كل المعارف التي تلقوها إلى الواقع العملي والإسهام في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها حضرموت. وقال المحافظ إننا نحتفل اليوم ولدينا في حضرموت جامعتين، جامعة حضرموت وجامعة سيئون، وسنعمل على تطوير جامعة سيئون لتصبح في مصاف الجامعات المعتبرة في البلاد. من جانبه أشار رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش إلى أن جامعة حضرموت تحتفل اليوم بالدفعة 20 من حملة البكالوريوس والبالغ عددهم 2272 طالبا وطالبة، والدفعة 15 من حملة الماجستير والبالغ عددهم 187 طالبا وطالبة. كما ألقيت في خلال الحفل كلمة نيابة عن الخريجين ألقتها الخريجة لطيفة يوسف ووصلة غنائية بصوت الطالب عمر محسون بادكوك. وضع وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون قيادات العمل التربوي والتعليمي أمام مستوى الإنجاز وتقييم العمل الفني والإشرافي للعملية التربوية والتعليمية بمديريات ساحل حضرموت. جاء ذلك لدى ترأسه اللقاء الموسع للقيادات التربوية والتعليمية، حيث أشار الوكيل عبدون إن أن دعم قيادة المحافظة وضع خطة الاحتياجات من مكتب الوزارة أسهم في توفير البنية التحتية وتحسين البيئة المدرسية والكادر التدريسي وإدخال معامل مختبرية وحوسبة نوعية وحديثة لمديريات المحافظة. وتطرق وكيل الوزارة إلى نتائج التقرير التحليلي لاختبارات الفصل الدراسي الأول والوقوف على الجوانب الفنية لسير العملية الاختبارية. وأثري اللقاء بالعديد من المداخلات من الحاضرين أشارت جميعها إلى نتائج الخطوات والإجراءات من قيادة التربية والتعليم بالمحافظة التي نفذت في الميدان. أكد المدير العام لإدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي في تصريح صحفي لوسائل الإعلام استكمال وتأهيل 7 مراكز أمنية وشرطوية في مديريات قيل بنيامين وقصيعر والعليب ويبعث وحجر والضليعة ودوعن، التي تأتي ضمن المرحلة الثالثة من خطة تأهيل أجهزة الأمن والشرطة بساحل حضرموت وبدعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تسلمت هذه المراكز بعد عملية تأهيلها وتطويرها معدات وآليات ومركبات أمنية حديثة لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه. وأعرب العميد التميمي عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها اللامحدود لقطاع الأمن الذي سيعكس أثره باستقرار الأمن في كافة مديريات الساحل، مشيرا إلى أن المراكز الأمنية السابقة تم تفجيرها وتدميرها نهائيا من قبل عناصر التنظيمات الإرهابية. وحث العميد التميمي قيادة إدارة الأمن والشرطة وكافة منتسبيها على الاستفادة والحفاظ على هذه المعدات والدعم المقدم لخدمة المحافظة التي تعمل على استباب الأمن والاستقرار.
ناقش مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد مبارك العبثاني اليوم مع الفريق التنفيذي بمؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية الترتيبات والتنسيق لإطلاق حملة توعية لمنع حمل السلاح في عموم مناطق وادي وصحراء حضرموت. واستمع العميد العبثاني من المسؤول المالي بالمؤسسة زكي بن سعد إلى فكرة حملة المناصرة التي ترعاها المؤسسة بالتنسيق مع السلطة المحلية بوادي حضرموت لرفع الوعي لدى المواطنين عن مخاطر حمل السلاح واستخدام السلاح داخل المدن. وأبدى مدير الأمن استعداد الإدارات الأمنية للتعاون في إنجاح التوعية للمواطنين لمنع حمل السلاح وتنفيذ حملات من خلال إقامة نقاط تفتيشية، وعبر فريق المؤسسة عن شكره وتقديره للعميد العبثاني عن تقديم التسهيلات للمساهمة في تنفيذ الحملة وتوجيه إدارات الأمن للمديريات للمشاركة في حملة التوعية وإقامة ورش عمل لإنجاح أنشطة الحملة. نفذت النيابة العامة والأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت حكم الإعدام رميا بالرصاص على المحكوم عليه رامي عامر خميس بن ثابت النهدي في السجن العام بسيئون، الذي قتل المجني عليه راشد صالح النهدي عمدا وعدوانا في منطقة الأخماس بمديرية وادي العين وحورة في سبتمبر من العام 2017، وتم تنفيذ الحكم بناء للحكم الصادر من محكمة القطن الابتدائية المؤيد من شعبة استئناف سيئون والمقر من المحكمة العليا بالجمهورية والمصادق عليه من رئيس الجمهورية. وقعت مذكرة تعاون ثقافي بين مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت ومركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر بمكتب الثقافة، وتنص المذكرة على توثيق مجالات التعاون المشترك في مختلف الأنشطة الثقافية بين المركز ومكتب الثقافة والمشاركة في حلقات النقاش والمؤتمرات التي تبناها الطرفان والاستفادة من الخبرات المشتركة بما يعزز الارتقاء بالبرامج والأنشطة المشتركة، بالإضافة إلى تبادل المطبوعات والنشرات التي يصدرها مكتب الثقافة ومركز حضرموت للدراسات. وعقب التوقيع على المذكرة عبر مدير عام مكتب وزارة الثقافة بالساحل الأستاذ خالد القحوم ومدير عام مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر البروفيسور عبدالله الجعيدي سعادتهم بتوقيع المذكرة، متمنين أن تسهم في الارتقاء بالجانب الثقافي والتاريخي وتعزيز منظومة العمل الثقافي الحضرمي من خلال خلق مشاريع ثقافية مشتركة. اطلع رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عمر بادبيس على دورات المستجدين في الوحدات العسكرية بالمنطقة بمعية رئيس شعبة التدريب بالمنطقة العسكرية الثانية العميد ركن محمد بن غانم، حيث تفقد رئيس العمليات الأفراد المستجدين من دفعتي المهام الخاصة والتشريفات لتلقى تدريباتها في لواء الريان تحت إشراف شعبة التدريب. وحث العميد بادبيس أفراد الدفعتين على الضبط والربط والالتزام بالانضباط العسكري والتحلي بالأخلاق الحسنة وتعاليم الإسلام السمحاء. كما تفقد دورات المستجدين في لواء حضرموت والأحقاف اطلع خلالها على الترتيبات الجارية للاستعداد للذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت. تسلم مركز جمعية الأمن لذوي الإعاقة الذهنية والحركية بمديرية تريم وسائل تعليمية لطلابها مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى جانب توزيع سلال غذائية لمنتسبي هيئة التدريس بالمركز. وتأتي هذه المبادرة في إطار متابعة وحرص دولة الإمارات العربية عبر ذراعها الهلال الأحمر الإماراتي على ملامسة أوضاع هذه الشريحة المهمة بالمجتمع في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث تعمل الهيئة جاهدة على تخطيط وتقييم إسهاماتها الاجتماعية بعناية شديدة لضمان تنوعها ووصولها إلى أكبر شريحة ممكنة في المجتمع. أكد رئيس اللجنة الرئيسية لبطولة كأس حضرموت السادسة لكرة القدم الأستاذ سعيد علي بايمين أن اللجنة ولجانها العاملة مرابطين في أعمالهم لتقديم لوحة نهائي النسخة السادسة من البطولة الناجحة بأفضل صورة. وتمنى بايمين أن يتجلى النهائي بأبهى حلة تليق بالحدث الرياضي الشبابي الكبير الذي يشترك في محاكاته وتطريزه سواعد أبناء المحافظة بمسمى حضرموت تجمعنا. ورفع رئيس اللجنة الرئيسية لكأس حضرموت الشكر والتقدير لمحافظ حضرموت على الدعم المستمر للبطولة والاهتمام والمتابعة والإشراف حرصا على تحقيق النجاح، وأثنى رئيس اللجنة على الجمهور الرياضي في حضرموت واصفا إياه بمفتاح النجاح لكل البطولات
والنجم الساطع في سمائها وعلامة متميزة للاعتزاز، داعيا لطرفي النهائي التوفيق ومسك الختام. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم لختام نشرتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. محافظ حضرموت يكرم أوائل جامعة حضرموت والحاصلين على مرتبة الشرف العام الجامعي الماضي. الهلال الأحمر الإماراتي يسلم جمعية الأمل لذوي الإعاقة الذهنية بتريم وسائل تعليمية ووزع سلال غذائية لهيئة التدريس. مرابطة لجنة كأس حضرموت السادسة في أعمالها لإظهار نهائي البطولة بأفضل صورة. ختام النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.